هو السلك هذا البرتقاني جرى ورا بس في واحد ورجيني يا بالله شفت الشريط دقيقة وحساسة عملية تفكيك الألغام والمتفجرات يعمل الجيش السوري الآن لتنظيف ساحات المعركة بعد انتهائها رحل داعش ولكن آثاره باقية وهنا تبدأ معركة أخرى هي معركة مع الوقت والجهد والدقة لتأمين المنطقة وإعادتها للحياة والقضاء على مخلفات المسلحين بعد انسحاب عناصر التنظيم السريع باتجاه البادية السورية مخلفين وراءهم خسائر كبيرة يعني في مخلفين وراءهم ألغام كتير وعبوات وتفخيخ كتير حاليا نحن بنمشط طبعا منطقة سلسلة جبلية كبيرة كتير يعني ما لنا منهدى أبدا لحتى نأمن المنطقة بشكل كامل حتى في المدنيه باذن الله يرجعوا لبيوتهم ومناطقهم. قال حد اللحظه قام بتفكيك عبوات ناسفه اكثر من 500 كيلو جرام من السي 4 والمواد المتفجره الاخرى، بالاضافه لعدد كبير من الالغام الميم الف والميم دال التي كانوا يعتمدون من اجل ايقاف تقدم الجيش العربي السوري. لداعش اساليبه، فقد اعتمد التنظيم طوال فتره سيطرته على المنطقه بناء التحصينات الكبيره وحفر الخنادق والانفاق. أثناء عملية التمشيط من قبل عناصر الهندسة في الجيش السوري عثر على مجموعة أنفاق في سلسلة جبل شبيب المطل على طريق خناصر من هذه المواقع كان داعش يهدد طريق خناصر أثرية قذائف وقنصن هذا النفق بطول 75 متر داخل هذا الجبل وله فيه مقرات كثيرة داخله وأعشاش ذخيرة للوقاية من الضربات الجيش العربي السوري وضربات الطيران الروسي للجيش السوري تكتيكاته في هذا المجال إذ تنتشر وحداته وتتوزع مهماتها هنا فالجنود ينتشرون في الجبال والمرتفعات على طريق حلب خناصر أثرية من جهة وعلى صحراء البادية الشرقية من جهة أخرى ويعملون لتنشيط المنطقة تمهيدا لعودة المدنيين وتأمين المستلزمات الأولية لحياتهم